بس رضا وحط رضا جزاء الزمالك وعاليه وحلوه وهوبا ومرسل والهدف الثاني يا نهار ابيض والهدف الثاني لابراهيم سعيد في الدقيقه 18. عملت تحويل لبلال احلى لخالد بيبو وبيبو بيدور لبلال مره ثانيه ومضغوط على بلال وهوبا والهدف الثالث الله 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 والهدف الثالث للنادي الاهلي في امسيه غير متوقعه. ادي بيبو وادي بلال ويحل عليه الرصيكة ويسيبه ويخش على طول بيبو يحطها وطالع له بيبو يحطها لبيبو واحد لواحد بيبو بشير ادي خالد بيبو وادي بشير التابعي عمل روح يمين وكسر شمال وحطها جوه ما يقدرش يعمل له حاجه وماشي خالد أرضية وفاروق وبيبو والهدف الخامس يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك بص خالد أخذ بشير وسيكا وفاروق وسقاها فاروق وبيبو وأخذ بشير وحطها وهو واقف ثلاثة أحمر على اثنين أبيض بيجري بيبو ويحطها له وهو جول. أقول لك إيه وعد لك إيه يا خالد يا بيبو.